بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فإن تدبر القرآن ليس على درجة واحدة دائما، لا بالنسبة لاختلاف الناس، بل بالنسبة للفرد الواحد، بالنسبة لك أنت في حال دون حال، ومع تغير الأحوال يتغير التدبر، وهناك فرص وأحوال يقترب فيها الإنسان ويصفو فؤاده وتسكن نفسه فينتفع في تدبره من خلال سماعه مثلاً لكلام الله جل شأنه، أو تلاوته، أو من خلال تلاوته. ومن أعظم ما يكون أيها الإخوة حينما تنصت لتلاوة الإمام، حيث أمرنا الله جل شأنه بالإنصات، فيجري الله على قلبك من ألطافه وفتحه وهداه وسكينته ما نسأل الله أن يجعلنا فيه على الحد الأعلى. ما أمرنا الله جل شأنه بالإنصات لتلاوة الإمام في الصلوات الجهرية إلا لأن هذا نافع، ولا شك. فاحرص على أن تكون أكثر الناس انتفاعاً بدفع هذه المشغلات، فأنت في شغل في هذه الصلاة وأنت تستمع لكلام الله كأنك في وجبة إيمانية، وسماع لكلام الله، وكلام الله جل شأنه نافع ولا شك لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاحرص على أن تنتهز مثل هذه الفرص، وتحضر القلب، وتبعد الشواغل، وكأنك تقول يا رب بلسان حالك، وتدعو به بلسانك: يا رب انفعني بالقرآن، يا رب كما نفعت الأنبياء، كما نفعت الصديقين، كما نفعت أولياءك في كل حين، انفعني يا رب، لا تحرمني يا رب. ومن ذلك، من باب المثال مثلا، من خلال ما سمعناه من تلاوة الإمام مثلا، تسأل نفسك سؤالا، تقول: كيف كان وقع نزول هذه السورة لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه ما تلاها الإمام في الركعة الأولى. ألم ترى يا محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه السورة والأعداء محيطون به، وهم أقوى منه من ناحية العدة المادية، ويريدون قتله، يريدون به سوءا، وأكثرهم لا يؤمن به، وما آمن له من الناس بالنسبة إلا القليل، ومع ذلك ينزل عليه قول الله جل شأنه يذكره: ألم ترى كيف فعل ربك. وموضوع هذه السورة التذكير بقوة الله وأن الأمر بيد الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر دار في خلده وفي ذهنه حرصاً على تبليغ الرسالة وعلى المسلمين، والاحتراز من الأعداء، والقيام بأمر الله جل شأنه، رأى قوة الأعداء ودار في ذهنه ما دار، والله جل شأنه يثبته، يقول له: ألم ترى، يذكره بقضية نصر الله فيها أهل الحرم وهم على الشرك، ما بعد عرفوا الإيمان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، نصرهم على أقوى جيش كانوا يعرفونه، وما صمد أمامه صناديد العرب من جنوب الجزيرة إلى الكعبة إلى مكة، وقوام هذا الجيش في له أسلحة عظيمة وفرسان مقاتلون على ظهور الفيلة ويرمون، وجيش كبير العدد، فانبهروا بهذا
ومع ذلك الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام ما شهد هذه الواقعة، واقعة أصحاب الفيل، لكن كان مولده فيها نفس السنة قدرا من الله، ولكنها أصبحت علامة فارقة حتى كانوا يؤرخون بها بعد عام الفيل، أصبحوا يؤرخون لأنها أكبر حدث مر عليهم مؤثر، فأصبحوا يؤرخون عام الفيل الأول الثاني الثالث. والنبي عليه الصلاة والسلام شاء الله وقدر أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه السنة التي كان فيها هذا الحدث العظيم العجيب من الله جل شأنه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في هذا الجيش العظيم الذي لم يصمد له أحد من البشر؟ ألم ترى كيف كانت النهاية، كيف كان الإهلاك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ألم يجعل كيدهم، يعني ما كادوه وأرادوه وجمعوا له، ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون الإساءة للحرام، هدم البيت، هدم الكعبة التي هي قيام للناس، أرادوا هدمها، وأمهلهم الله حتى اقتربوا، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن العجب والعبرة ما أخذهم بإعصار كما أخذ الأمم المتقدمة، ما أخذهم بخسف ولا أخذهم بطوفان ولا صاعقة ولا صيحة، لا، بطيور أبابيل، جماعة الطيور كل طير معه حصى صغير، وماذا يفعل هذا الحصى الصغير الذي بين منقري الطير أو بين مخالبه؟ لكن بأمر الله، حتى يعلم الناس أن الأمر بيد الله حتى تكون آية. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني كيدهم الذي كادوه راح، ذهب هباء، ظل ذهب ما بقي إلى اليوم، لكن بقيت العبرة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، النتيجة فجعلهم كعصف مأكول، يعني مثل رجيع الدابة أو مثل التبن إذا أكلته الدابة ولفظت. نعم، هذه حالهم التي وصف الله. طيب، السؤال الأول، تصور كيف كان وقع نزول هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال، والله يقول له هذا المقال ويذكره بهذه الحادثة، ألا ترفع من قلبه وتثبت قلبه وتقوي جنانه وتسليه وتثبته وتدفعه إلى أقوى حالاته في السير إلى الله والقيام بأمر الله جل شأنه؟ أنت إذا طمأنك أحد من المخلوقين الذي تعلم أن عنده حكمة أو عنده قوة نسبية، إذا طمأنك إلى أمر حصل عندك نوع من الطمأنينة، فما بالك بمالك القوة الذي يملك كل شيء، الرب سبحانه وتعالى، ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة عجيبة في قومه في الحرم. إذا كان هذا فعل الله بأهل الحرم وهم على الشرك، لم تبلغهم الرسالة بعد، فما بالك إذا بعث نبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ولو كان عصبة قليلة بالنسبة للناس، كيف يكون نصره لهم؟ أثناء المعترك نعم قد ييأس بعض ضعاف الإيمان وقد يستبطئ النصر والفرج، لكن إذا رأيت وعود الله جل شأنه التي وعدها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوعود الربانية في النصر وإدارة الدولة لهم، في أثناء الأحوال هناك قد يكون عند بعض الناس المنافقين عندهم شك، هذا إذا افترضنا النفاق العملي الذي يقرب من الاعتقادي، وأما ضعاف الإيمان فبعضهم عندها اهتزاز في هذا الوعد، ما يرسخ وما يثبت على هذا وتصديق الوعد إلا المؤمن الصادق. بعد سنوات كل الوعود الربانية التي وعدها الله جل شأنه وعدها النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات قليلة تحققت، مع أن الوعود منشأ الوعود ومخرج الوعود في ساعات انكسار وضعف وتسلط الأعداء. الأمر بيد الله، والوعد وعد الله، ولكل أجل كتاب. إذن كان وقع نزول هذه السورة، بل القرآن كله، لكن لكل آيات ولكل سورة لها وقع خاص في زمن خاص
يجمعها كلها أن الله يثبت النبي ويثبت الذين آمنوا ويهديهم وينير طريقهم ويقويهم ويسليهم ويسعدهم ويبشرهم. فنستفيد من هذا أيها الإخوة أن كل آية تتلى عليك، كل سورة تقرأها أو تتلى عليك، حرك الذهن، هل أنزلها الله جل شأنه هكذا فقط لتتلى فقط، أم أن التلاوة والحفظ والدراسة وسيلة، وسيلة إلى أن نصل نتدبر هذا، إلى أن نصل إلى ما أراد الله جل شأنه لنا من خلال إنزاله هذا الكتاب العظيم، أن لا نتعلق إلا به سبحانه وتعالى، وأن لا نعبد إلا إياه، وأن لا نتوكل إلا عليه، وأن نصدق وعده، وأن نعظمه ونخشاه، وأن نحبه سبحانه وتعالى، وأن نطيع أمره ونذعن ونسلم الأمر إليه راغبين موقنين بوعده سبحانه وتعالى، وأن لا يستفزنا أعداؤنا، وأن لا نستعجل الأمر الاستعجال المذموم فنترك ما أمرنا الله به، وإنما نوقن بوعد الله جل شأنه ونثبت على أمر الله والعاقبة للمتقين كما أخبر الله جل شأنه. هكذا أيها الإخوة المؤمن إذا كان حاله مع القرآن من مثل، وهذا من باب المثال، من مثل هذه الحالات، ونشكو إلى الله حالنا، لكن إذا تذاكرنا وذكر بعضنا بعضا وقرأنا القرآن لا تكون القراءة رتيبة، القراءة وسيلة، القراءة وسيلة، فأسأل نفسي ماذا حققت، ماذا حصلت، ما أنتجت هذه القراءة، فإن كنت في زيادة خير فالحمد لله وأسأل الله الزيادة، وإن كان الأمر لا يعدو إلى أن يكون، نعم هناك أجر عظيم مرتب على حركة اللسان والقراءة الحرفية، هذا أجر عظيم، لكنها وسيلة، المراد أن يصل القرآن إلى القلب فيفعل في القلب ما فعله بقلوب أوليائه. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.